اي اوبننج ولا فيربال ولا فيربال سبون بس فيربال سبون ولا موتور ولا موتور سبون بيس موتور سبون. ليش؟ راح نشوف بعد شويه. راح تاخذون كل حاله من الحالات بها ارقام. راح تاخذون الجدول. راح نجمع الارقام ونحصل من عندها على مستوى الوعي مال المريض من خلال ارقام راح تاخذون بعد شويه. نرجع على بيس اي اوبننج. البيس اي اوبننج اما ان يكون المريض سبونتينيوس اي اوبننج، يعني اسمع سبونتينيوس يعني فتح عينه مثل ما صار كل احنا فاتحين عيوننا. زين اذا ناخذ اربعه احنا حاليا. الثاني هو تو سبيتش، اسمع تو سبيتش يعني عندما تكون انت المريض يغمض عينه، عندما تحكي معاه يفتح عينه او تقول افتح عينك يفتح عينه. هذا ياخذ سبيتش. اشو مثلا خلينا نقول واحد بعض الاحيان كان اكل فاول اكل ثقيل مثلا اشو عندما شويه تشوف كل شويه يغمض عينه ويفتح عينه تحكي معاه يفتح عينه تعوفه يغمض عينه، هذا هو تو سبيتش. الثالث طبعا اذا كان سبونتينيس راح ياخذ اربع درجات. اذا مثلا تلاحظون اذا كان تو سبيتش ياخذ ثلاث درجات. الاخر يعني لا هو سبونتينيس ما فتح ولا سبيتش وانما عمل بينفل ستيمولي. بينفل ستيمولي نستخدمه راح ندوس على السوبرا اوربيتال ريج اللي هي فوق العين مباشره على الحجمه ما بين ذا فيديا ثيرد اند لاترا تو ثيرد. اكو عندنا نيرف يطلع منه اسمه سوبرا تروكلير نيرف. راح ندوس على هذا النيرف ايش راح يصير عندنا؟ راح يصير عنده بينفل ستيمولي يجبره على فتح عينه. اذا فتح عينه بينفل ستيمولي راح ياخذ اثنين. اما اذا حتى بينفل ستيمولي ما فتح عينه راح ياخذ يكون نيل راح ياخذ واحد. ولهذا تلاحظون انه جلاسكوما سكور كماكسيموم 4 زائد 5 زائد 6 مثل ما تلاحظون 15 واقل شيء 1 1 1 راح يكون 3 وراح نحكيها مره ثانيه بعد شويه. ننتقل الى البيست فيربال ريسبونس. البيست فيربال ريسبونس شنو هو؟ انه المريض مالتكم اورينتد اي مين اورينتد فور تايم بليس بيرسون ياخذ خمسه. ايش معناته؟ التايم يعني يقول لي نهار يقول لي لا ادري نهار هذا يعرف. البليس اقول له اقول اسمك انت مثلا اعطي مثل ام سكيو انت بالشارع بالدكان بالبيت يقول لا لا انا بالمستشفى مبين علي كل ناس لابس صدريات اسمع صوت المونيترات كذا اكو مرضى هذا مستشفى. والبيرسون اساله اقول له منو انا اللي ما اعرفك طبعا ما يعرف ما اسمع على نفسي اساله على اشخاص قريبين يعني مثل ابنه اخونه عمه والده الى اخره يقول منو هذا يقول هذا اخوي فلان الى اخره هذا يقول ريتد فور تايم بيست بيرسون. الثاني يكون كونفيوز. اسمع كونفيوز يعني نحن نقول عندنا مثل مصلاوي يقول يعني يحكي لاشات حتى اوضح كمية وابسط كمية بس مبسط جدا. الكونفيوز يحكي جمل. الوردز ابجي على ثلاثه يحكي كلمات. الساوز حروف. اما النير نوثينج يعني اسمع تجي على واحد واحد كونفيوز كونفرزيشن يحكي جمل صحيحه ومفهومه كجمله ولكن غير مرتبطه مع الجمله اللي بعدها. يحكي مثلا على سبيل المثال على الخضروات واسعار الخضروات، بعد شوي يحكي مثلا عن السيارات، بعد يحكي اقول والله ابوي مات، جدي مات، يعني الكلام ماكو ترابط بين شيء مع شيء. تسمي كونفيوز، مثل ما قلت لكم نقول مصلاوي يحكي لاشات. الاخر بروبريت ورز، اي كلمه، كلمه متكامله ذات معنى تصدر من المريض نطلع عليها ثلاثه. مثلا على سبيل المثال يعني خليني اقول اتليست مثلا كلمه عملت بيفرس سيميراي قال اخ، الاخ يعتبر كلمه. اما اذا ال يعني ستيميلاي وما طلع عنده وورد طلع عنده بس اي صوت اي صوت مثل قال اه الاه هذه نعطيها ساوند وليس مو وليس وليس ايش كلمات راح ياخذ اثنين. واما اذا ما صدر عنده اي صوت راح ياخذ نيل ياخذ واحد. البيس موتور ريسبونس. البيس موتور ريسبونس اما اوبي كوماند. اسمع اوبي كوماند يعني ارفع ايدك اليمين الى الاعلى ارفع ايدك اليمين الى الاعلى نزلها ارفع ايدك اليسار الى الاعلى نزلها اسحب رجلك اسحب رجعها اسحب رجلك اليسار رجعها. هذا قول اوبي كوماندز ياخذ سته من سته. خلينا نقول لوكلايز بينز. اللوكلايز بين ايش معناته؟ اجي اعمل له بينفل ستيمولاي على سبيل المثال وعندنا راح اشرح لكم ان شاء الله بالسادس بالعملي شلون نعمل بينفل ستيمولاي. البينفل ستيمولاي عندنا اشكال مثلا على سبيل المثال مثل ما ذكرنا قبل شوي سوبر تروكلير نيرف وحدي مثلا على النبل لانه منطقه حساسه وبها نيرف روتس كثيره نيرف اندكس كثيره سنسر نيرف اندكس او على الايربيول اشو كان ابانا عندنا مثلا الدرع يقصنا من اذننا ليش بيبر ستيمولاي او ندوس على النيل بيت باي سمثينج مثلا خلينا نقول بين او مثلا عندنا المنطقه الاخيره التشيست منطقه بالضبط الستيرنم ندوس على الستيرنم. هذه تعمل فرض تيست فور ستيمولاي. نفرض فرضيه قرصنا النفل مالته ايش يعمل هو؟ جاب ايده اليمين يحاول يجر ايدي عن عن الـ عن النفل مالته. راح اقول هذا لوكلايز بين وراح اعطي له خمسه. او مثلا جيوديس بينفل ستيمولاي على ايده اليمين بالنيل بيت ايش يعمل هو؟ يجيب ايده اليسار يحاول يجر ايده عن ايده اليمين هذا راح ياخذ خمسه. اللي بعده ويذ درو. الويذ درو ما تنجح مع النيبل ما تنجح مع الايش مع الليب.
ادوس على ايده اليمين بيفرس ميلاي، ما عنده حيل انه يجي يجيب ايده اليسار على ايده اليمين يجر ايده، وانما ايش يعمل؟ بس يسحب ايده اليمين، هذا يقوم بدرونت بيفرس ميلاي ياخذ اربعه. الابنورمال فليكشن ايش ما تعمل له؟ اعمل فليكشن، اي بيفرس يعمل فليكشن يسميه ديك اورتيكيت ديفورمتي وياخذ ثلاثه، او اكستنشن ريسبونس ديسربريت وياخذ له اثنين، واخيرا اذا نيل راح ياخذ واحد. اذا maximum normal fully conscious person like us have Glasgow score of 4 5 6 I mean 15. اذا قول deeply comatose patient نسميه على المصطلح عندنا العام يقول flat patient have Glasgow score of how much 111 راح يكون 3. واخيرا عندنا اضافه مثل ما تلاحظون حرف التي، ايش حرف التي؟ بعض الاحيان اذا كان intubated يعني عنده دكاتره تيوب هذا ما راح يقدر يحكي اي شيء، فعندما نجي ننطي ايش نقول؟ اما نقول واحد بين قوسين تي، هذا الحاله راح يكون ايش؟ راح يكون عندنا جلاسكو سكور مالته ايضا ثلاثه بالنسبه لنا، يعني ياخذ واحد بالنسبه للفيربال، ياخذ واحد بالنسبه للفيربال بس مالته الانتوبيشن. اوكي؟ الان مثل ما تعرفون هاي الصور، هذا بيرفل يعني الاي اوبننج اما سبونتينيوس او تو سبيتش او بيرفل ستيمولاي، يفتح عينه 4 3 2 ما يفتح يكون واحد. الموتور اما اوباي كوماند رفع ايده الى اخره، هون لوكالايز بيرفر ستيمولاي 4 5 ويدي درو بيرفر ستيمولاي 4 فليكشن 3 اكستنشن 2 واذا نيل راح يكون 1، والفيربرت ما شرحنا لكم يعني اورينتد والى اخره. اوكي، هاو تو رايت ذا كلاسيك كوماند سكور، اذا ممكن نطلع شوي نشوف اكو طريقه، اذا ممكن نعلق على فرد شيء بال نقدر نضيف الإضافة على الشاشة. لا عشوفون هاي الصورة وايد طلعتكم طلاب، لاحظوا هسه إذا أردنا نكتب على هاي السبورة جلاسكو نقطة، كوما نقطة، سكور نقطة، هاي شو يكتبون جلاسكو سكور بالطريقة الصحيحة. اوكي، نقول بعده يساوي، لاحظوا شو نعمل حرف الاي وخلي قدامه الرقم، يعني مثلا فولي كونشس اي 4 ثم ام 5 سوري اي 5 ثم ام 6 ثم نقول يساوي 15 من 15. هاي الطريقه صحيح كتابة جلاسكو كوما سكور. اذا كان اقل من هذا راح اكتب الكلام بشكل ثاني، ايضا جلاسكو نقطة كوما نقطة سكور أيضا نقطة، نقول أيضا يساوي، خلي الآي مثلا خلينا نقول أقل، مثلا خلينا نقول ثلاثة، ثم الفي مثلا أربعة، ثم الموتور خلينا نقول مثلا ثلاثة. إيش راح يساعدنا الآن؟ نقول يساوي اجمعهم ثلاثة وأربعة ثلاثة عشرة، والعشرة من 15. لاحظوا شلون فرقت؟ اخيرا اذا كان عندنا انتوبيتد راح نقول بالشكل التالي جلاسكو نقطه كوما نقطه سكور نقطه ايضا يساوي الاي اوبننج خلينا نقول مثلا 2، الفي راح اقول 1 وبين قوسين حرف التي يعني انتوبيتد، اسد القوس ونجي يعني على الام مثلا خلينا نقول 3 ثم يساوي 3 بواحد اثنين 6 6 ايضا نفتح قوس حرف التي نسد القوس من 15. اظهر هاي الصوره، هذه هاو تو رايت مثل ما تلاحظون كلاسيكو سكور دائما يكون رقم واحد، ما يصير ما يقبل رقمين وثلاثه. اوكي، واضحه الصوره طلاب حتى يعبر عن الموضوع. اوكي،
نرجع إلى موضوعنا إن شاء الله. بعد ما حسبنا الأرقام يطلع عندنا أرقام الجاسكوم سكور. The total points are added. The higher the score, the better is the prognosis. According to the scale, case of danger classified into. لاحظوا هذا التصنيف اللي هو التصنيف يسميه الترديشنال اللي يعني يكتب بالكتاب اللي هو minor head injuries glasgow score 15 with no loss of consciousness. هذه ما كثير مهمه حقيقه، لكن المهم بعد الثلاثه mild moderate severe. المايل انجريز هو glasgow score 14 or 15 with loss of consciousness، moderate 9 الى 13 والسيفير 3 الى 8. اوكي، اذا مثل ما قلنا اقل شيء، اذا ما عندي شيء اسمه واحد اجيب مثلا سؤال امتحان ام سي كيو نقول ديبلي كومات بيشنت ها glasgow score of 0 1 2 3 4 جواب صحيح هو 3 وليس صفر. اوكي، يعني تلاحظ بعد ما طبق هذا على المريض راح تحكي لاهل المريض مثلا كان 8 يقول والله ولدك ما مريح، 9 الى 13 يقول والله بعد ما معلوم، اما اذا 14 15 يقول ولدكم از ويل ماي هيد انجريز. واضحه الصوره ان شاء الله. التصنيف الاخر لهيد انجريز هو برايمري اند سكندري برين انجريز. بحاله برايمري سكندري برين انجريز راح نجي تفاصيل اكثر محاضره ثانيه ان شاء الله. انه برايمري هيد انجريز اوكر ات ذا تايم اوف امباكت، واهم شيء بها اللي تعرفون بها انه جزء ريفرسبل، يعني خلينا نقول ما يلي: مريض اكسبوز تو شيل انجري، الشيل فايت على الراس وضربت الموتور اريا مال الرايت مال رايت لوب اوف ذا برين رايت فرونت لوب ضربته، ايش صار عنده؟ صار عنده ليفت هيمبليجيا، هاي الهيمبليجيا راح تكون بيرمننت ذا هول لايف، يعني صار انجري على منطقه الموتور اريا، هذا نسميه برايمري. اذا برايمري انجري هابن ات ذا تايم مومنت اوف انجري and is irreversible. الحين secondary brain injuries occur at some time after the moment of impact and is often preventable. يعني مثلا خلينا نقول بعد ما صارت هذه صار عندها هيماتوما قامت اكسباند قامت تاثر اكثر اكثر مثلا كان هيرنيشن هاي لا نلحقها بسرعه نعالج هيماتوما مو على ترجع الحركه مال يسار رجوع يسار لا اذا هيماتوما كنت اكسايد اكسبانشن راح تساعد برين هيرنيشن and the patient will die فلنلحقه ولهذا تقول preventable. وراح امر عليه اكثر مره ان شاء الله بالموضوع هذا. وايضا ايش نقول عندنا ملاحظه نقول انه دائما انه الايم اوف هيد انجري مانجمنت راح تلاحظون الملاحظه الاخيره از تريتمنت اوف ذا سكندري برين انجريز نوت ذا برايمري هيد انجريز. كلاسيفيكيشن اوف هيد انجريز اكونت تو ذا سايت اوف انجري، يعني حسب مكان الاصابه راح نشوفها بتفاصيلها بشكل جيد. ستارب انجريز ستار انجريز انتراكرينال انجريز يعني برين انجريز، يعني نبدا من الخارج الى الداخل نحكي على ستارب ثم السكال ثم البرين سيلف. اليوم ان شاء الله حدث عندكم عن ستارب انجيز والستار انجيز والانتركرينال برين انجيز احكي عليه ان شاء الله المحاضره القادمه باذن الله تعالى. نبدا مع ستارب انجيز. ستارب انجيز طبعا فيري كومن، وعد ما سالتكم سؤال نرجع لهذا السلايد اللي قبله. ستارب انجيز ستار انجيز انتركرينال اور برين انجيز which is the most common of all of these. راح نجاوب انه ستارب انجيز ار موست كومن ار ذا موست كومن ان ذا بوبيليشن، يعني اكيد او يكون في احد عندنا فوضى يوم تعرض الى انه نقول فشخ هو مثلا هاي طقاق يصير راسه عجوره هذا هو ستارب انجري هذا وهذا موست كومن. السكال انجز اقل والدكن انجز ايضا اقل. ندبر على اللي بعده، يعني اذا بالطوارئ انت مثلا يجيك ستارب انجري باليوم تكتشف طوارئ من ساعات من الساعه 8 الى 4 العصر ستارب انجري يجيك، يعني خلينا نقول ستارب لاستريشن هو هذا الجرح مال راسه واقل شيء يجيك 3 4 زين. السكال انجري يجيك مثلا اما يجي واحد او ما يجي، انت كان يجي واحد او ما يجي، فلاحظ الفرق بيناتهم. ايضا نتحدث بعض التفاصيل الان سكالب انجرز اما عند سكالب لاسريشن يسمي وونز اوف ذا سكالب اور سكالب هيماتوما سب جاري هيماتوما تحكي على واحد من عندهم سكالب لاسريشن وونز اوف ذا سكالب. اي واحد عندنا قلنا في يوم من الايام تعرض الى هذه نسميه فجه او فشخ الى اخره وجابوا على الطوارئ وخيطوا راسه. They are caused by sharp or blunt instruments fall on the head. They are common and may give rise to severe hemorrhage if not controlled. مثل ما تعرفون السكالب عندنا بيها سيفير او سوري هيوج اور بيرفوس بلس سبلاي ويز اوبن اوف تو ليمتس، يعني سلاح ذو حدين، اما انه يكون مفيد او مضر. مفيد انه عندما نخيط مثلا نعمل مريض كرياتومي نفتح السكالب مالته ونرجع خيطه هذا الوود راح يصير رابيد هيلينج، يعني خمس ايام نقدر نشيل الخيوط مال المريض، ما مثل ما اقول الليمز او الباك او الابدومين مثلا 8 الى 10 ايام. او لا خلال خمس ايام نقدر نشيل، ليش؟ لانه بروفيس بلس سبلاي will lead to rapid healing of the wound. في نفس الوقت الاذر الباد افكت انه اذا كان عنده صار عنده بليدنج راح يكون سيفير بليدنج. Now in infants this can cause severe shock
The brain fractures may underlie scalp injury, خاصة إذا انضرب بشارب شارب instrument. Healing is rapid. يعني إذا كان خمس أيام ممكن يشيل خيط حسب إذا كان ما ملوث جرح. If infection occur in the area of loose adherent tissue, extensive cellulitis may likely to occur. يعني لازم الخيط بسرعة وننظفه قبل ما يصير عنده cellulitis. مثل ما تلاحظون scalp laceration gun shoot irregular wound. طبعا لازم أول شيء نعمل شيفينج ننظف راس المريض ونعدل الجرح ونخيطه في للاسف هذا اهمل فصار عنده سيلولايتس مثل ما تلاحظون المريض. ميزر اوف سكالب لاسريشنز اللي هو اوف سكالب مثل ما ذكرنا انه نعمل لهم سكال اكسري تو افويد تو يعني اكسكلود فراكشرز اف بريزنت. بعدين نعمل شيفينج وايد اراوند ذا وود ات ليست 1 تو 2 سنتيمتر حتى نطلع اجمل مال النورمال سكين. واخيرا الكلوجر بين ان تو لايرز حقيقه ما بالطوارئ ما عندنا كان تو لايرز يعني مستعجلين فممكن الكلوجر ما يقول لي يزيدها. مثل ما تلاحظون هذا ايريجولار يعني ايج اوف ذا ووند فعملنا له اول شيء شيفنج ثم عدلنا الايج اوف ذا ووند ثم خيطنا له السكالب مال المريض. اللي بعده عندنا السكالب هيماتوما اللي سبسب قال هيماتوما مثل ما ذكرنا يسموها عندنا بالمصطلح عامي طقاقه وعجوره الى اخره اي كل واحد ما عنده فهد متعرض لها. ومن كنت تذكرون كان مثلا مع ما يصير عندنا شيء هذا راسا الام تقول جي فاشيش راسه بي ويعني واللي هو اجراء ايضا صحيح يعتبر بريشر انتو تو ستوب بي ميبي سب جاليال او سب كرينيال. يعني ايش مع سب جاليال؟ تعرفون انتم سكين عندنا نسميه فاض ليه يسموه الجاليا. بعدين قبل البون عندنا بيري اوستيوم يسمونه بيري كرينيوم. فالهيماتوما اما تكون سب جاليال يعني خارج بيري كرينيوم او تحت البيري كرينيوم. انت بالنسبه لك ما مشكله هذه يعني. انت بس قول سكالي ماتوما او سكالي ماتوما كلش انف السوفت فلاكشر سنتر او سكالي ماتوما ماي بي ديزجايزنج از بريسكال فلاكشرز او بالبيشن وهاي كلش مهمه كثير من المرات يتوهمون انت تقدر تعالج هو اكو بريس فلاكشر جوات هي ما اكو بريس سكال فلاكشر هذه السكال وان شاء الله راح احكي اكثر بس تكون هي كلش تايد على السكال بعد ما يصير هيماتوما في مكان ما من عدا السوفت سنتر مالتها راح يصير كلش سوفت فبيحدوا تحسون كانما بريس سكال فلاكشر الحقيقه اما ماكو فراكشر جواته اما ماكو فراكشر او اذا اكو فراكشر راح يكون موستلي لينير سكال فراكشر. They are always associated with سكال فراكشر in infants. In infants فقط مثل ما ذكرنا راح يكون نوعيته يكون موستلي هو عباره عن ايش؟ عن لينير سكال فراكشر. تعطونا انواع فراكشر بعد شوي يعني ان شاء الله. طبعا المانجمنت اوف سكال بلاسريشن اهم شيء راح نحكيها شويه بعد شوي انه ليف ات دونت تاتش ات. مثل ما تعرفون هاي سي سكال اوف ذا برين شوينج تو يو ان فاكت سكان هيماتوما دائما عندي ملاحظه احكي للطلاب اقول لهم انه نوت تو مس اني باثولوجي ان سي سكان لوك ات ذا سيتي از هول على كل الافلام اللي ضحكوا عليها ولوك ات ايتش فيلم از هول فروم اور سايت تو انسايد يعني هاي اذا مثلا ما انتبه عليها اذا لازم تقارن اليمين مع اليسار لاحظوا اليسار سكال قاعد على البون اما هون يكون مبتعد عن البون فهذا اكو سكان هيماتوما ايضا فراش راح اشرح عليه بعد شوي نفس السلايد اذر سكان هيماتوما ات سيم سايت ات هير اذر سكان هيماتوما other scleromatoma now in other areas ما تلاحظوا الان الscleromatoma صار على الليفت كتبت الاريا هون كان يشوف نورمال واخيرا هاي بحاله بنشوف الفرونتال بارايتال اوكسيبيتال كلها امتد scleromatoma تقارن مع الجهه الثانيه ماكو ماكو عندنا هيماتوما هاي سب جالي هيماتوما بنج اوف scleromatoma leave the lesion alone يعني don't touch it لانه ليش؟ ايش نوت بي تاب ليش هالكلام هذا مهم جدا عندنا اولا انه انت عند ما تيجي تعمل له تابي مثلا واحد مثلا فات على واحد واحد مثلا مضمت كذا قال بس اسحب لك هيماتوما واطلع لك هي اولا لازم اعمل شيفنج مال الهيد ويحاول يعقم مهما تعمل تعقيم اللي يبقى فوائد مايكرو اورجانيزم تجيب النيدل دخلها انت دخلت اورجانيزم جوا حولت هذا البلد اللي كان صب سكارب هيماتوما حولت هذا البلد جوا الجلد فروم ستيرايد تو انفكتد بلد هاي رقم واحد اثنين انه هذا بلود كلوت راح تكون كلوت على اساس مثل شو اقول جيل لايك تسحبه ما يجي بالسرنجه اوكي فاذا دونت تاب ات بليز ليف ذا ايجن اون ات ويل هير باي اتسيلف اند ديس ابير باي اتسيلف سم تايمز ات ماي ريزلت ان انيميا ان فاكت او تشو سوري تشيلدرن ليس ذان 1 يير وبالحاله هذه ماي نيد تو كوركشن ماني عندي حوالي خمس ست مرضى نحتاج الى نعطيهم بلود ترانسفيوشن افتر جاست ستارت هيماتوما هسه قبل ما ننتقل لموضوع اخر نسال سؤال واحد، ذكرنا بدايه قبل شويه قلنا ذا موست كومن تاب هيد انجري يعني ما قسمنا سكالب وسكال والبريق انه هو السكالب انجريز. من هذول الاثنين من تعتقدون الموست كومن؟ هل هو السكالب لاستريشن ولا السكالب هيماتوما؟
هيماتوما. ايش تاخذون؟ نعم اسكار هيماتوما هي الموست كومن. يعني سكار بلاستريشن بالبرزنتيشن هذه كاجوالتي بالطوالي هم الاكثر كبرزنتيشن اكثر. ليش؟ كثير يعني خلينا نقول يومي يجي خلينا نقول الشفت هذه الطوالي نسبه 8 ساعه 4 5 اطفال او كم يعني خمس اشخاص عندهم سكار بلاستريشن. مقابلهم اكو عندك 10 15 واحد صار سكار هيماتوما ما جو على الطوالي. فاذا ات برزنتيشن ذا موست كومن از سكار بلاستريشن. بط يعني الحقيقه والواقع الموست كومن هو سكار هيماتوما. واضح الصوره؟ اوكي. ننتقل الان الى سكال انجريز. سكال انجريز هي عباره عن فراكشرز اوف ذا سكال. الفراكشرز اوف ذا سكال حقيقه تصنيف مالته كلش طويل بس انا حصلت مياه بالطريقه التاليه. فراكشرز اوف ذا فالت اوف سكال يعني اشني قمه الراس اللي هي القبه خلينا نقول الجمجمه العلوي. اور فراكشر اوف ذا بيزل سكال سيمي بيزل سكال فراكشر قاعده الجمجمه اللي هي ثخينه ونحكي على بعض التفاصيل تتعلق فيها بعد شويه ان شاء الله. نعم مثلا سكال فراكشر كلاسيفيكيشن لينير سكال فراكشر بريست سكال فراكشر كلوز واوبن بيزل والفالت اوبن يعني كلش طويل هذا ما مهم عندك المهم عندك مثل ما ذكرت قبل شويه. نحكي على فراكشرز اوف ذا فالت اوف سكال. فراكشر اوف سكال يعني قلنا قفر الجمجمه وهذا هذه حقيقه باربع اشكال الرئيسيه هم عندنا سمبل لينير وديبريست سكال فراكشر. اما الاثنين البقيه هم يعني توابع الى هذول يعني الدايستاتيك وتابع الى السمبل بخصوصيه نحكي بعد شويه. البينج بونج او بوند انجري بوند فراكشر وتابع للبريس نحكي بعد شويه ان شاء الله. نجي على اول نوع اللي هو سمبل لينير سكال فراكشر وجز نو سم ميبي كلوز اور اوبن. اسمع كلوز اور اوبن يعني يتعلق بالسكين اذا كان السكين مالته انت فوقاته فهو كلوز اذا كان مفتوح السكين فهو اوبن. انفال اذ ريكواير نو سبيسيفيك نو سيرجي كمان يعني ليفت ماكو عندنا شيء مثلا هذا اللي نعالج نعالج ونثبته الى اخره لا يحتاج نوت حتى اذا كان اوبن ما يحتاج ليش؟ لانه يعني بس يخيط السكين فوق هذا انتهى الموضوع. It is out from a blunt trauma وهي مهمه جدا انه واحد يقول بلانت ولا شارب؟ لا بلانت الشارب تعمل ديبريس مثل ما راح بعد شوي اما البلانت تعمل كراك نسميه هذا او لينستر فراكشر. يوجوالي ريكواير كمبيوتر توموغرافي ليش؟ يعني بعض الاحيان يكون هذا البون فراكشر ممكن يؤدينا الى اندرلاي اكسترا ديوماتوما كما تلاحظون عندما نحكي موضوع اكسترا ديوماتوما في المحاضره القادمه ان شاء الله. Any patient getting linear scalar fracture whether closed or open should be admitted for at least 48 hours for observation. ليش؟ نخاف لا يكون فقد هيماتوما تكون من bleeding from the bone edge وتحول اكسترا ديورا بعدين ما لحقوا اذا كان بالبيت مش عنده هرنيشن. Fractures causing the squamous temporal bone may lacerate the middle meningeal vessels and cause extradural hematoma مثل ما راح نلاحظ في موضوع extradural hematoma ان شاء الله. Now هذا المريض الفراكشر هو هذا فقط هذا الفراكشر هذا هو عباره عن كورونال سوشر هذا لامدويد سوشر هذا فرونتال بون بارايتال بون وهذا اوكسيبيتال بون لا يوصل الى حد التمبورال الفراكشر مالته يعني ما كلش كثير بس موجود وسط التمبورال. اللي بعده ايضا لينستر فراكشر لاحظ شلون طلع متى السؤال which one is more dangerous هذا الخط الرفيع الخط الرفيع المفصول الا قليل الا هذا المفصول فالجواب راح يكون هو الثاني هو الاخطر مو الاول ليش؟ لانه يعني عندنا ميدل منجيال ارتي اذا كان قبل شويه يطلع ويتوزع بعدين ياخذ هالشكل هذا الاكستنشن مالته والاكستنشن مالته هالشكل يعني ايش معناته؟ هذا الفراكشر ضرب الميدل منجيال ارتي يعني ترانسفيرسلي وعمل له ايش؟ عمل له شيرنج او يعني قص الميدل منجيال ارتي ممكن يحصل على نتيجه اللي هو يعني يصير يوم التوبه، اما الاخر لا ماشي مع اتجاه الميدل منجيال ارتي فضايع منه يكون اقل خطوره. مثل ما ذكرنا ليف ات دونت تاتش ات هذا لينستر فراكشر كما تلاحظون حتى حق فوقات هيماتوما اذر لين سكال فراكشر نفس ستايش من قبل شويه موجود ايضا سبقا هيماتوما اذر سكال هيماتوما وذ لين سكال فراكشر ان ذا رايت سايد واذر اذر لين سكال فراكشر لين سكال فراكشر ناو ديبريس سكال فراكشر ديبريس سكال فراكشر الحقيقه هو يطلع على ديبريشن يعني ما راح يكون لينير ما راح يكون حافه بحافه يوجوال ريزلت فروم شارب بارتروما قلنا ذاك يكون بلانت تروما وشارب بارتروما ديبريس سكال فراكشر ماي بي اما كلوزد اور كومباوند يعني اوبن هون المانجمنت تختلف، قلنا ممكن نفس المانجمنت، اذا كان عندنا اوبن او كلوز، كلوز ليف ات، اذا اوبن خيط وانتهى الموضوع، اما هون لا يختلف الموضوع. لانه كلوز بريسكال فراكشر ممكن يعالج كونزرفتيفلي ممكن يعالج على سيرجري، اما الكومباوند بريسكال فراكشرز يحتاج سيرجري دائما. ناو بريسكال فراكشر مثل ما تلاحظون يبين بالسكال اكس راي على شكل ايش؟ على شكل واتس كول دبل شادو ساين.
هذا اشنو؟ شوف الشذو الاول نورمال سكال، هاي اخذ بريست. ليش دبل شذو؟ لانه هذه سكال اكس اي تمر من جهه وتعبر على الجهه الثانيه، اذا كان ديبريس سكال فراكشن مالته بالرايت سايد مثلا راح يمر البيم اوف راديشن على الرايت سايد فيظهر لي الدبريشن، ثم يعبر على الليفت سايد نورمال يظهر لي هذا الشذو، نسميه دبل شذو ساين انديكيت ديبريس سكال فراكشن. ايضا هذا ديبريس سكال فراكشن ما تلاحظون هذا اي بي، ذاك كان لاترال فيو وهذا اي بي فيو مثل ما تلاحظون، هذا النورمال وهذا ديبريس سيجمنت. اذر لينيس ديبريس سكال فراكشن هذه النورمال ايج وهذه ديبريس دبل شادو ساين. طبعا هذه سكال اكسترات بين ايش سواء كان اوبن اور كلوز ما له علاقه بالموضوع. هذه سي دي سكان اوف ذا برين اولسو شوينج ديبريس سكال فراكشن. هسه اسالكم سؤال، تتوقعون هذا كلوز اور اوبن؟ انا اقول لكم يكون كلوز. ليش؟ لانه اكو فاض بيج سب جاليماتوما، هاي لو كان مفتوح كان هاي تفرغت ما بينت بهالشكل هذا. هذا ديبريس سكال فراكشن مثل ما تلاحظون هون عندنا ايضا بالجهه الرايت بارايتل اذر ديبريس سكال فراكشر حتى فوق السب جاليماتوما، وهاي ملتيبل ديبريس سكال فراكشرز. هذا اذر ديبريس سكال فراكشر ان ذا ليفت سايد بارايتل وهذا ريبيرد ديبريس سكال فراكشر. اذر ديبريس سكال فراكشر ان ذا انفولفينج ذا يعني ذا روف اوف ذا اوربت ما تلاحظون هون انتاكت هون يكون انجرد. Other fundus brachial fracture كله بسيس كان fundus brachial fracture fundus brachial fractures بس اذا مثل هذا اكيد راح يكون open لانه تلاحظون ما نصب قال ما تو معها. Other brachial fracture no. Close brachial fracture they are rare in adults يعني اكثر شيء تكون بالشباب. The depressed segment rarely cause cerebral compression. انا احكي على ايش؟ على closed. The clinic say we visualize the depressed segment. تريد نجوز جوالي conservative measures يعني ايش تتركه حتى اذا كان عنده هذا المريض يعني موجود واضح تحسه بايدك فانت ما حاجه تحتاج سيرجري اذا ما عنده انديكيشنز راح احكيها بعد شويه. انديكيشنز فور سيرجري ان ديبريسكال فراكشر كلوز ديبريسكال فراكشر راح نشوفها ان شاء الله بعد شويه. فايش معنى كونزرفتيف؟ ما اقول كونزرفتيف يعني عالج ما تعالج ايش؟ اللينير سكال فراكشر جاست ليف ات اوبزرفيشن حتى اذا كان يعني قلنا يكون كوم شيخ تكون كلوز. نبقى اللي بعده. Indication for surgery to raise the basic segment مو بهالحالات فقط الاربعه، عليه من احكي الكلام عليه من هذا تكدر عن تحدث عن ايش؟ عن closed depressed scalar fracture، ذكرنا الاوبن كله surgery closed. Large depressed segment with possibility of a dural tear، لازم نفتح ونشيل الفراكشر ونخيط الدول تير. To elevate mass effect مثلا mass effect on the right motor area، صار عنده hemiparesis فايش نعمل؟ نرفع حتى نحرر ال الموتور ايديا بس اشني اهم شيء قلل اهل الميل انه اذا كان صار عنده برايمري انجري مال الموتور ايديا قوي ونهاها كبرايمري انجري قل ما راح يصلح ايش الهيبريسيس كوزموليك بيربز خاصه اذا كان بالواجهه مثلا بالفرونتال يكون وين واضح اذا هذا الشيء حتى كان صغير تو بريفنت سكندري انفكشن تو بريفنت سكندري انفكشن خاصه اذا قريب مثلا من ساينس الى اخره ف مثل اير ساينس نخاف يكون صار عنده سكندري انفكشن فبالحاله هذه نعمل له اليفيشن بس بالحالات otherwise there is no need for elevation of depressed skull fractures اذا كانت closed. اما اذا كان compound cause profuse bleeding و leaking of CSF and prolapse of portion of brain concussion is light and there is usually no compression ليش؟ انه الفتح اللي برا فاخذ يعني الصدمه بتصل على الخارج. The main hazard here is the ability to infection. اهم شيء نخاف عنده compression والهسب all compound vascular fractures are treated by surgery. ايش السيرجري؟ مثل ما تلاحظون تذكرون ما اشرح لكم على الكومباوند فراكشر مال الليمز وهذه تقريبا اشياء كثير مشابهه لها. مثل ما ذكرون الكلوز سكال فراكشر بالليمز بتعالج كونزرفاتيف. اما الكومباوند لازم سيرجري. احنا ايضا هون نفس الشيء. Foreign bodies are meticulously removed. The breast segment gently elevated to avoid tearing of the dura. ثم any prolapse or necrotic tissue is sucked and hemostasis performed. The dura tear is repaired. Remove bone segments are cleaned and replaced in place رجع مكانها. The pericranium and the scalp are sutured. واخيرا prophylactic antibiotics are administered to the patient. هذه اهم الامور تتعلق ب treatment of compound depressed skull fracture مثل ما ذكرنا سيرجري. Complication of depressed skull fracture مثل ما ذكرنا dura tear and which may lead to prolapse of the brain through the dura tear. Infection may lead to osteomyelitis or meningitis, epilepsy either early or late, cosmotic deformity. Severe bleeding from one of the venous sinus in the supra-incisional sinus الى اخره. Now نحكي عن النوع الاخر من الفراكشرز هو الباسيتيك سكال فراكشرز مثل ما ذكرنا هذا اللي حدنا عن تحدث عن ايش؟
عن الفولدوفستن يعني قفا ما جمجمه. الدايزن سكال فراكشر باختصار هو عباره عن لينير سكال فراكشر بس انفولفنج ايش؟ كرينا سوشر، يعني مر على السوشر مثل عندك كورنر سوشر لامدو سوشر. كورنر سوشر يفصل ما بين الفرونتال بون والبرايتال بون، بين برايتال اوكسيبتال عندنا اللامدو سوشر وعندنا بالنص سوشر. فاذا كان الفراكشر باس ثرو ذا سوشر فيعمل لي لينير سكال فراكشر ريزلت ان سيبريشن اوف سوشر لاين، واكثر شيء اثر على الكورنر واللامدو سوشر. The aesthetic fractures are common in infants under 3 years of age, يعني بعد maximum fusion كامل مع السوشيال لاين, and rare in older group as well, except as part of more extensive skeletal fractures. نجي على النوع الأخير من ال لاحظ أيضا هذا aesthetic skeletal fractures touch pass through the corner suture in the left side, شوف الجهة اليمين يعني intact. Other aesthetic skeletal fractures هذا عن هون corner suture intact, لكن هون lambda suture مفتوح مثل تلاحظون. بالحقيقة هذا بعض الأحيان يعني بعض الأحيان complication اللي هو سمينه جرامينج سكال فراكشر ممكن يطلع يعني نشرح كيف بتفاصيل اكثر ان شاء الله بالسادس انه يطلع الديورة تندفع الى الخارج وتمنع الهيلينج مال البون وقد يحتاج سيرجري في المستقبل انه نرجع الديورة مكانه ونربط العظم شيء مع شيء او سمي جرافتنج اوف ذا بون. البوند اور بين بون فراكشرز لحد ما لازم نتحدث عن ايش؟ عن الفولتر سكال فراكشرز اللي هي القفوة جمجمة. البين بون فراكشر باختصار هو عبارة عن نوع من انواع الايش؟ ال ديبريسكال فراكشر اوف انفانسي. باختصار حتى يعني يعني تفهمون الموضوع بشكل جيد، اكو مصطلح عندنا بالكسور اسمه جرين ستيك فراكشر الوسط الاخضر. عندما الفراكشر ايز ما راح تكون شارب ينطوي العظم، خلينا نقول نفس الشيء هون يصير عندنا. This is smooth concave depression due to blunt trauma of the cranial vault. Usually seen in children and also known as ping pong fracture. يعني يشبه بالضبط تقول من ضلع بخص. As it looks similar to dent and ping pong ball. Fractures will elevate spontaneously if less than 3 cm in diameter من حالين تحفون بالإنفانسي، وإذا fracture more than 5 cm in diameter then surgical elevation يعني هو الكبيرة راح تكون فإلا ما راح تعدل بالطريقة هذه. مثل ما تلاحظون هذا عبارة عن depressed scalar fracture of infancy اللي يسميه بين بونج فراشر. هذا لا تلاحظون حتى المارجن مالته الداخل ماكل الشارب مثل ما شفنا ب depressed scalar fractures، وهذا يحتاج conservative إلا إذا كان حجمه مثل ما تلاحظون كبير، هذا راح يعمل elevation of depressed scalar fracture. الان ننتقل الى اخر موضوع الفراكشرز مال السكال، هي فراكشر اوف ذا بيز اوف السكال. البيز اوف السكال تختلف عن الفالد اوف السكال بخصوصيه اللي هي ايش هي؟ عنده هاي البيز اوف السكال ثخيني يعني تقرا حوالي 3 الى 5 سنتيمتر. فالفراكشرز مالتها ما ممكن تصير بسهوله. ولكن فوق الدايركت تروما، الدايركت تروما مثلا اثنين يتكونون عندكم بوري. البوري ما يضرب على راسه واعلى راس. لما يضرب يضرب يصير على الفالد اوف السكال، يصير عنده فراكشرز ايش الفالد. اما الماكو يقول والله انا راح استهدف اليوم قاعد جوجو ما يكسر لك اياه، ما ممكن يعني دائما يعني مستعجل هو يتكون يضرب على راسه على اعلى الراس. لكن اشتي بعض الحين راديشن اوف فراكشر تو ذا بيز اوف سكال يرجع عنده فراكشر اوف ذا بيز اوف سكال. ذيس ار ريلاتيفلي فريكونت فراكشرز. اهم شيء بها ذي ار اوكاتراجيكالي. ليش اوكاتراجيكالي؟ لان كان ثيك بيز اوف ثلج ثيك تعرض لتروما اللي تروما دايركت يعني جاي فراكشر من فوق مبتدي له جوا مع ما وصل الفراكشر. نعم فصل الفراكشر بيز اوف سكال فصلها لكن خلال ثواني رجعت الى مكانها، ولهذا تعمل له اكس راي يطلع نورمال ماكو عنده فراكشر او شيء كان نورمال. طبعا هذا دائما يعني يقول يوجوال اوكاوت. اذا ايش نقول احنا؟ اذا كان ماكو يعني عنده علامه بالسيتي او الاول اكس راي نعتبره انه هذا نقول عنده يعني عنده سكال بيز فراكشر. اكوردنج تو ذا كلينيكال برزنتيشن راح اشوفه بعد شويه. دايجنوز اور كلينيكال اكزامينيشن. They are clinically diagnosed on best side. They can result in CSF fistula that may persist but which usually seal off after a few days. خاصة إذا كان انتيراس وبعد شوية وين راح تصير CSF fistula. Now, it is called a fracture, most are due to indirect violence on the vault على القمة يعني producing deformation of the skull with compression of the skull at one area and giving way over break of the skull over at other area with the base of the skull being most vulnerable. يعني شخص بيها من الفرونتال ينزل على البيز اوف سكال، من البارايز التمبوز على البيز اوف سكال او اكسبيتيز على البيز اوف سكال. اكستنشن مال. اسينشال فيجر اوف سكال بيز فراكشر هي اما اسكيب اوف كرينيال كونتيز او بلد سي اس اف او برين ماتر انجل اوف كرينيال نيرفز اند سايز اوف برين انجلز كما راح تحضرون بعد شوي. هاي خصائص في كلتا الانواع مال. هي بيها ثلاث اشكال حقيقه. النوع الاول انتيريال فورس سكال بيز فراكشر، ميدل فورس سكال بيز فراكشر، بوستيريال فورس سكال بيز فراكشر. ناخذ معلومات مهمه عن كل هذه ما عندك. Anterior fossa skull base fractures may open into the frontal or ethmoid air cell sinus or run across the cribriform plate يعني اللي في قاع الجمجمه. Clinical presentation راح تكون كلش واضحه بالنسبه لكم
بحيث انه انت ما عم تلحق على بعد 50 متر اللي عنده سكار بيز فراكشر. ستوب كونجكتيف الهيماتوما طبعا تكون قريبه عنده نشوفها يعني راح نشوفها شوي ان شاء الله. ابيستاكسس انوزميا اسمع انوزميا لوس اوف ايش اوف سميل او الفكتيف تينيوم انجن سيس فرايوريا فروم ذا نوز يعني اما دم يطلع من عنده خشمه او يطلع عنده سيس نيزل تيب باراستيزيا ديو تو انجن تو ذا فيرست برانش اوف ذا فيفث نيرف. اذا شوفوا ذكرنا في كل واحد من عندهم انتيريور ميدل اور بوستيريور وعندنا كرانيو بنجيز مثل ما تعرفون هون عندنا يتاثر عندنا الفيرست اولفاكتوري والفيفث اللي هو الترايجمينال اوفثالميك ديفيجن. بين اوربيتال هيماتوما اور سكور راكون ايز. ايش راكون ايز؟ اكو عندنا فرد حيوان اسمه الراكون اللي هو تعرفون الصوره مالته. هذا عنده ميزه انه حول عينه اكو سواد. هذا نسميه راكون ايز. هذا ايضا حيوان اخر راكون اي عنده هذا نورمال. الان هذا مريض عنده راكون اي مثل ما تلاحظون تشبه شيء من قبل شويه. هاي الراكون ايز سويلينج اوف ذا يعني ليد اوف ذا بيشنت فحتى يمنعه ما يقدر يفتح عينه نهائيا المريض. هاي نسميه راكون ايز. هذا شوفوا انت على بعد 50 متر تقل عن سكال بيز فراكشر حتى اذا كان السي سكان او الاسكال اكس راي نورمال. ناو other raccoon eye هذه موجوده لحد الان ما هو ريزولفينج ان ذا ليفت سايد. احنا دائما او موستلي ذي ار اوكال راديوكالي بس ذيس يعني نوت ا بريفنت ذات وي سام تايمز كان بي سي ذيم. بس لو تعرفوا هاي سي ذيس كان ذا برين شوينج سيل بيز فراكشر ان ذا ليفت سايد حتى فقط هذا السويلنج الهيماتوما البريوبيت الهيماتوما. other سكال بيز فراكشر ناو ميدل فورد سكال بيز فراكشرز. الميدل فوسكال بيز فراكشرز انفولف طبعا التمبورال بون بيز تمبورال بون كي ريبرزنتيشن ايضا دايجنوستيكالي سي اس اف اوتوريا. نحن ايش كان عندنا لوكا كان عندنا سي اس اف رانوريا من النوز هيمو تيمبانم او بلاد فروم ذا اير. الهيمو تيمبانم عشان نشوف التيمبانم كان بين اما كونجستد ريت الى اخره او انه بعضهم بلاد يطلع فروم ذا اير بلاد فروم ذا اير فهذا الهيمو تيمبانم. الباتل ساين اللي كاش عندنا قلنا الراكون اي هو عندنا الباتل ساين ديسكريشن اوفر ذا ماستويد بروسيس واخيرا كان انفولفد هم عباره عن السابع والثامن. اسمع السابع السابع يعني ما راح يصير فيشل نيرف انجري انا مو دائما موجوده يعني ممكن يكون يمكن لا والثامن اللي هو لوس اوف فيلينج اور ايكوليبريم يعني سؤال سوري او فيرتايجو احسن عنده يعني توازن مالته مثل ما تلاحظون هذا عباره عن باتل ساين ايكيموزيس اوفر ذا ماستويد بروسيس. شوفوا هذا تقول اكيد عنده هذا سكال بيز فراكشر اوف ذا ميدل كرينيوم فوسا. اوكي هذا قلنا داي اوكال تراجيكال سم تايمز كان بي سين هذا ميدل كرينيوم فوسا انفولد باي ذيس فراكشر. هذا ميدل كرينيوم فوسا انفولد باي ذيس فراكشر. اخيرا عندنا بوستيريور فوسا سكال بيز فراكشر. انا ما راح اشوف هذا الشيء تعرفون مغطاه بالشعر من خلف. بوجي سويلينج اور ديسكلريشن ديو تو اكسترافازيشن اوف بلاد ان ذا سب اوكسيبيتال ريجن ممكن تشوفها ايش عادي هو كان عادي اللي الراكون اي والباتل ساين. الكرانيوم انفولد انجكت الكرانيوم نيرز يوجوالي انفولد 9 10 11 كرانيوم هذا جاكولا فورامين لوك ايش كان عندنا بالاولى بالانتيريا كان عندنا الفيرست والفيفث الميدل كان عندنا السبعه وثمانيه وهون عندنا 9 10 11 ريتراكشن اوف ذا هيد اند ستيفنس اوف السيرفايكال مزل ايش ممكن يكون ستيفنس ديو تو ابر سيرفايكال نيرز اريتيشنز. هذه اهم العلامات اللي تشوف البوستيريور بس سكال بيز فراكشر. They are as I mentioned to occasionally but sometimes can be seen as you can see in this slide. There is a skull base fractures involving the occipital or the posterior skull base fracture. Now, skull base fracture as you can see raccoon eyes or battle sign, CSF rhinorrhea or otorrhea. Management of skull base fractures. The measure of skull base fractures بشكل عام هي prevention of infection by prophylactic antibiotic. فإذا هو عنده skull base fracture with antibiotic prophylaxis. Control of CSF leakage. الحقيقة هذا نبدي معه conservative or surgical intervention. يعني ما كل من جاء عنده CSF primary قبل نفتح راسه. وهون طبعا يعني ال treatment of these patients راح تكون غريبة بالنسبة لكم أنه هذا المريض عنده skull base fracture. عندما أقول indication for surgery راح تشوف مثلا هو CSF primary. CSF primary ليش راح أعمل أنا؟ ممكن أفتح راسه، أفتح كلينيكوم إلى آخره. الغاية من عنده راح أروح على مكان الديورا تير والCSF leak وأخيطه وزين ونعالج ونطلع. اوكي التريند اوف اسوشيتد برين مثلا اذا صار عنده معاه اكسترا هيماتوما عايز اكسترا هيماتوما او اني اذر اسوشيتد برين انجيز كان بي تريند از هذه عباره عن ميز اوف سكابيز فاش. ناو وات ار ذا كيس فور سيرجريز ان
طبعا ذا فراكشر بشكل عام هي ريبير اوف ذا تير. And then the case for this surgery is a persistent rhinorrhea more than 10 days, rhinorrhea تبع عليه rhinorrhea او حتى اذا كان اوتوريا. بالحقيقه احنا ليش نسميها rhinorrhea؟ بشكل عام الاوتوريا يصير بهيلينج اسرع من الرينوريا. ليش؟ لانه منطقه الماستويد منطقه الميدل كليفوس كلش يعني ثخين اضخم من الايش فرونت. فرونت عندك الشيء السبب الرئيسي هو تليفون بيتي فيري ثين، هي ثقه بكل اللي يطلع لك الفاكتور نيرف اذا على النوز. وايضا هون عندنا اضافه رقيقه شويه ارقق من الميدل فوس. لهذا يعني اذا نشتغل بالسبب يعني حالات قليله يشتغل يعني كسيرجري دائما نحاول نعمل كونسرفتيف. اذا ما طاب صار عنده بريزنت مور ذان 10 دايز رانوريا تعالوا مثلا بالسنه يشتغل خلينا نقول كهول يعني هذا هول خلينا نقول 5 إلى 10 مرضى سي اس اف رانوريا. لكن اوتوريا يعني ما يمكن يستخدم سنتين ثلاثه يشتغل كيس واحد. بريزنت اوف فراكشر انفولفينج ذا فرونتال اور اثمويد ساينس. ليش؟ لانه خاف الانفكشن. واخيرا اذا اوكرس اوف منجايز اذا صار منجايتس لازم تدخل سيرجيكالي طبعا بافتر هيلينج اوف منجايتس لانه راح تكون ضد تكرر عنده واتمنى. بهذا نكون انتهينا اليوم ان شاء الله من حكينا على ايش؟ عن السكالب انجريز والبون انجريز. كان الفيرتكس خلصناها، خلصنا على البيزك سكال الفراكشرز. في النكست سكشن ان شاء الله I'm going to talk about intercranial or brain injuries.